كلنا تابعنا من امبارح الانطلاق الرسمي لفترة الدعاية الانتخابية لمرشح انتخابات الرئاسة. شفنا بقى مؤتمرات لحملات المرشحين أعلنوا خلالها عن خطط عملهم في الفترة الجاية، وطبعا دي هتستمر لمدة شهر من تاريخ بدء عملية الدعاية الانتخابية لحد ما نروح لمرحلة الصمت الانتخابي اللي هي اعتبارا من يوم ايه؟ من يوم 8 ديسمبر. كويس كده؟ طيب، من الواضح اننا هنشوف منافسة قوية، والبوادر كلها بتؤكد ان حملات المرشحين على قدر عالي من الاحترافية، وهيقدموا للشعب المصري نموذج ومنافسة قوية جدا في الدعاية الانتخابية بشكل يليق بالمنافسة على منصب رئيس جمهورية مصر العربية. الحقيقة أنا شاركت امبارح في تغطية مؤتمر الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي. عايز هنا أبدي إعجابي الشديد وتقديري أولا لقرارات الحملة بتوجيهات من المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي. بخفض الإنفاق على الدعاية وتوجيه جانب من هذه المخصصات لدعم مين؟ أشقائنا في غزة. ده القرار اللي أشاد به الجميع، وبيعبر عن الإحساس بحجم مسؤولية المرشح عبد الفتاح السيسي ليس فقط تجاه الشعب المصري، ولكن أيضا تجاه إخواتنا في غزة. أيضا في قرارات تانية كانت كتيرة، كان من أهمها مثلا لما تحدثت مع المستشار محمود فوزي عن عدم الكلام نهائيا، أو ما نقدرش نمنع حد من الكلام يعني، لكن قصدي عدم الترويج لفكرة إلغاء الانتخابات. عشان إيه؟ مصر دي بلد الأمن والأمان، ألغي انتخابات فيها عشان إيه يعني؟ يعني طب بلاش كده، هي إيه المشكلة اللي عندك على أرض مصر منعاك أو بتخليك تفكر في إن ألغي انتخابات؟ أنت ما عندكش أي حاجة أصلا. جوه حدود مصر أمن، أمان، كل شيء متاح، ليه أفكر إن ألغي الانتخابات؟ طب إيه العائد عليا من ده؟ ولا حاجة خالص. ده كلام كده بيتقال يعني لا لا لا، ده احيانا كده بيبقى فيه كلام كده بيرد بباطل يعني. وبرضه في اللحظه دي انا بشكر الاستاذ خالد ابو بكر، حقيقه كان تابع المؤتمر وشاف طرحي للسؤال للمستشار محمود فوزي، ويعني هو مشكورا يعني اثنى على هذا السؤال وعلى هذا الطرح، وقال في حق يعني كلام يعني انا اعجز عن الشكر له. فأنا حقيقي من خلال هذا البرنامج بوجه له الشكر والتحية على ثنائه وعلى كلامه الحلو يعني في حقي، وإن كان دي يعني ما أقدرش أشكره يعني إن هو يعني أستاذنا في المجال ده، لكن كان لازم أوجه له الشكر أيضا. ودي يا رب نكون عند حسن ظن الجميع، ده أهم حاجة عندي إن أنا أكون عند حسن ظن المشاهدين، ده اللي إحنا كلنا بنسعى له في النهاية. خليني أروح لأخبارنا النهاردة ونبدأ بقى من حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي. نشرت النهاردة على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي فيديو لأبرز اللقطات من مؤتمرها الصحفي الثاني اللي عقدته بالأمس للإعلان عن خطة عملها الفترة القادمة. خلينا نروح الأول نشوف جزء من المؤتمر ده ونرجع نكمل معاكم باقي الكلام. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة الحضور الكريم، أهلا وسهلا بحضراتكم وأرحب بكم في مقر الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي. وقبل أي بداية أدعو حضراتكم للوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهدائنا في فلسطين وغزة. حملتنا حملة غير نمطية في أهدافها وفي سبل عملها. أعلن لحضراتكم أنه صدر لنا توجيه واضح من مرشحنا الرئاسي، فقد تقرر تسخير كافة الإمكانيات والجهود وتخفيض أوجه الدعاية الانتخابية للحملة الرسمية إلى حدودها الدنيا خدمة للقضية الفلسطينية.
وفي هذا الصدد تدعو الحملة جميع الأحزاب والجهات المؤيدة بالتبرع إلى حسابات المؤسسات والجمعيات الأهلية وعلى رأسها مؤسسة حياة كريمة. في الفترة التي تلت التدشين اتبعت الحملة بناء على توجيه المرشح سياسة الأبواب المفتوحة، فقامت بدعوة الجهات والمؤسسات التي أعلنت عن تأييدها لموقف مرشحنا في هذا المقر. وخلال هذه الفعاليات ناقشنا العديد من الأفكار والظواهر، كما قمنا بناء على توجيه المرشح لنا بدعوة عدد من الخبراء الوطنيين المستقلين والمتخصصين في مجالات الاقتصاد وغيرها من جميع الاتجاهات. عقدنا 75 لقاء، منهم 3 زيارات خارجية التقينا فيها ب 203 جهة تمثل مؤسسات واتحادات ونقابات من أيديولوجيات واتجاهات مختلفة. كيف واجهت الحملة حرب الشائعات الفترة الماضية وخاصة إلغاء الانتخابات الرئاسية بسبب أحداث غزة؟ لا مجال لتأجيل الانتخابات الرئاسية، لا من الناحية الدستورية ولا من الناحية القانونية ولا من الناحية الواقعية. ليس لدينا ما يدعو إلى تأجيل الانتخابات. إيه أهم الملامح اللي هتكون موجودة في الحملة كنشاطات كفعاليات في الفترة القادمة ل يعني الحصول على ضوء أكبر للمرأة المصرية؟ لم تشهد المرأة المصرية تمكينا في عهودها السابقة قاطبة بقدر ما حدث في عهد مرشحنا. والحقيقة هذه جنب أنها يعني رؤية إنسانية وحضارية هي رؤية علمية، لأن 50% من طاقة المجتمع سوف تكون نشطة وعاملة. ده كان فيديو مختصر عن اليوم اللي كان فيه أو المؤتمر الثاني اللي تم داخل مقر الحملة، طبعا المقر في التجمع.